الان رانا في قريه الحطيبه وهام الشباب تاع الحطيبه يطالبوا من المطالب تاع الحطيبه التريسيتي الكهرباء ما كانش استلاسيو راك باع والكهرباء ما كانش صح كاينه 18 كيلو من التريسيتي منا وبصح ما كان والو هاي البطوات كاينين وما كان والو التريسيتي والسلام عليكم اذا نطالبوا بالتريسيتي نطالبوا بالتريسيتي تريسيتي تريسيتي والماء ما كانش راه الماء ما كانش تريسيتي ايه والريزو ما كانش الريزو ايه استلاسيو راك باع وهي ما كان والو كان يجي اللي يجي يشوفها يلقى يشوف استلاسيو تقول تمشي وكي يجي لالين ما كانش اذا هذه الحطيبه قريه الحطيبه الاعمده الكهربائيه موجوده كما رانا نشوفوا الاعمده الكهربائيه موجوده لكن الكهرباء ما كانش الكهرباء ما كانش والكهرباء بين الحطيبه وبرخم برخم 18 كيلو متر اذا المواطن هنايا في الحطيبه يطالبوا برك بالكهرباء الفلاحيه توفير الكهرباء والماء والريزو وحتى رانا نشوف في القريه مازال الشوارع نتاعها رمليه رانا نشوف فيها رمليه شويه نحاولوا رساله للسيد المسؤول الاول على الولايه 18 كيلو حتى حيه بالنسبه للدوله حتى حيه 18 كيلو نتمنى انه رساله المواطن في قريه الحطيبه توصل للمسؤول الاول على الولايه.